دول اكزامينيشن بيكون ازاي؟ معلش لو كنا بنظام الامتحان في السبيشال تون الباور كام ده مباشر اربعه اه تون نقسم العضلات يا جماعه عضلات ديستال عضلات بروكسيمال وكل مفصل عليه مجموعه عضلات. ببدا التست بتاع العضلات الديستال ازاي؟ اقول له رخرف نفسك واعمل شيكنج للديستال مصر كده اشوف الناحيه اللي ناشفه فين او الناحيه اللي فاتكه او مرخخه فين. يعني مثلا دي بس ناشفه ازاي؟ يبقى كده ايه؟ هايبر كوليا. طب مرخخه زياده يبقى هايبر كوليا. ده الشيكنج. بعمل ناحيتين مع بعض عشان اعرف فين الاكتيف سايد وفين النورمال سايد. بعد ما اعمل شيكنج بعمل فليكشن واكستنشن علشان اشوف مين اكتر هايبر كوليا فليكشن ولا اكستنشن. واقارن الناحيه الثانيه فليكشن واكستنشن. والماسكه ازاي؟ واجي على البو فليكشن واكستنشن ازاي؟ اشوف رقم النور الاول. اهو كده وكده. برضه فليكشن واكستنشن كده وكده. وبعدين حاجه على مين؟ على الشوطه. في كام حركه؟ كذا حركه. ماسك كده افرد ده واعمل ايه؟ فليكشن اكستنشن ابدكشن ابدكشن او تعمل ايه؟ الحركه دي على طول سيركمفرنشن تبني عليها. الناحيه الثانيه برضه سيركمفرنشن. خلاص؟ عرفت الهايبرتوني فين؟ قاعد العيان وزي ما عملت شيكنج في الديستال هتعمل شيكنج في البروكسيمال اسمه جور تيست. تاخد نفسك اهو جور تيست. يبقى انا قسمت الدراع الى الديستال جروب بعملها شيكنج اسمه شيكنج. البروكسيمال جروب بعملها شيكنج اسمه جور. ما بين الديستال والبروكسيمال بمشيها محطه محطه فريكشن واكستنشن فريكشن واكستنشن فريكشن واكستنشن. عشان اعرف هايبرتوني ولا نعم الباور دي بتظهر ازاي؟ هايبرتوني يعني مثلا سي عنده هايبرتوني ناحية تلاقي المنظر كده اهو ناحيه بتتهز بالتاني ثابته ناشفه ودي هايبرتوني. طب بص هيقابلك بقى حاجه اسمها كلاس بلايند ريجيريتي والكوب وير ريجيريتي. يعني لو ده مثلا بقى رمله الدراك اعمل فليكشن نشف ايدك بقى نشف وتسيب مره واحده اهي دي اسمها كلاس بلايند. هو في الاول فيها هايبرتوني وبعدين يحصل ايه تفك بعد كده تكسر بقى رمله الباب يعمل ازاي؟ نشف لحد ما ايه؟ لحد الاخر اهو نشف اهو اهو كانك بتعدل ايه؟ ماسوره حديد ده اسمه ليد باي كوب ويل يعني كده 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 كوب ويل وليد باي تبع الاكس برامج انما الكلاس بنايت دي تبع مين؟ البرامج بتاعي خلاص؟ انا فيهم مور ايه؟ انا فيهم مور او انا فيهم مور ايه؟ طيب يبقى انا بدات بالديستال بدات بالديستال ادخل يا كمال كمال ماشي وماشي يبقى الديستال بعمل لها شيكنج وبروكسيمال بعمل لها شيكنج. ما بين الديستال وبروكسيمال باخدها محطه محطه فليكشن واكستنشن فليكشن واكستنشن فليكشن واكستنشن خلاص؟ طيب يبقى ازاي بقى تكون الاوبر لمب بقى تاني؟ تكون في الاوبر لمب رخرخ نفسك بعمل شيكنج للديستال جروب ناحيتين مع بعض علشان نشوف فين الناحيه الفيتر وفين الناحيه النورمال وبعدين فليكشن واكستنشن واقارن الناحيه الثانيه فليكشن واكستنشن وبعدين فليكشن واكستنشن البو واقارن الناحيه الثانيه برضه. وصلت الشولدر عندك طريقتين تعالوا قدام هنا فاضي يا اما تعمل فليكشن واكستنشن وادكشن وادكشن او تعمل سيركمفرنشن على طول بس لازم امسك الالبو كده لان مش مسكته كده هيحصل ايه؟ بص يفضل يتني معاك لازم اعمل ايه؟ سيركمفرنشن عشان امسك الالبو بالشكل ده ونفس القصه الناحيه الثانيه سيركمفرنشن. وصلت بروكسيمال قاعد العيان دخل البيت تحت شيكنج بقى اهو. طيب ده جوار تيست خلصت الابر ليم ارفع دراعك تعمل التابنج بقى التابنج بتشيك على الابر ليم كله حته واحده الحمد لله. التابنج ده مش خبطه لا التابنج زقه كده ده التابنج زقه. لو ده عنده نيروباسي ساعه ما زقه كده يعمل ايه؟ ريست دروب. لما زقك يعمل كده اهو اهو ده نيروباسي. طب لو عنده نيروباسي هيجي يرفع دراعه بالعافيه ليه بروكسيمال ويكنس اخبطه الدراع كله يجي نازل فاكر ياسمين الدراع كله يجي نازل طول على طول عليك بسم الله عبالكم ان شاء الله يخبط يحصل ايه؟ يحصل الدراع كله يسقط منك جميله خلاص؟ طيب يبقى التابنج ده بتشيك على الابر ليم كله حته واحده ده التول في الابر ليم. اللور ليم تتبع نفس الخطوات الديستال جروب تعمل لها شيكنج. الشيكنج بيكون ازاي؟ يا كده كده يا كده سايد تو سايد ادي الشيكنج ده الشيكنج بتاع مين؟ بتاع الديستال جروب. تعرف فين الناحيه الهايبرتونيه والناحيه الهايبرتونيه. بعد كده بمسكها محطه محطه فليكشن واكستنشن اهو ده الفليكشن عشان بيأثر الجسم ده الاكستنشن فليكشن واكستنشن اهو فليكشن واكستنشن سيب نفسك خالص. باجي على مين؟ على النيدي رافع منه الاول اهو فليكشن
اكستنشن. شوف ماسكه ازاي، ما تمسكهاش كده اهو، مستحيل تتني منك كده، لازم تبقى كده. فليكشن اكستنشن، فليكشن اكستنشن. وصلت مين؟ الهيب جوينت. يبقى تمسك ليه ايه ني كده، فليكشن اكستنشن ادكشن ادكشن سيركمفيرنس اهو، فليكشن اكستنشن ادكشن ادكشن سيركمفيرنس. زي ما عملت شيكنج في الديستال تعمل شيكنج في البروكسيمال، اسمه الرولينج تيست. تضم ايدك كده وتدوس على الكيمر وتيه ترج ايه، ترج ايه رجله كلها كده، رج كده اهو كده. مش بتدوس على الجلد، لا مش فطير هو، انت بتدوس على العظم نفسه وتحرك رجله كلها. لو هو عنده هبكون نشف رجلك كده في جسمك، نشفها خالص، نشف ده جسمك كله بيتهز مع ايه، مع الرولينج. سيب بقى لو هو نورمال، بص رجله بس بتهز وجسمه ثابت، هتشيك على اللور ليمب كله بالفروج ليج تيست. طب انا كده ما بقولش كومنت مثلا، ما بقولش العضله اللي فيها هايبر تون. فروج ليج اهو، تتني رجلي دي، تنزل تجيب الثانيه من تحت وتضمهم كده، سيب رجلك خالص، تيجي عامل كده اهو. لازم اعمل الحركه دي عشان لو هو عنده هايبوتونيا هيحصل ايه؟ هيتفتح جامد، هيحصل ديستوكيشن هنا، لازم تسند كده. ولما تيجي تجيب رجليه مش تتني دي وتسيبها تقول اجيب الثانيه، لا تتني دي كده وتخش من تحتها تجيب الثانيه، عشان ديت لو وقعت تقع على دي خلاص. يبقى ده تون تاني، سيل ابر ليمب لور ليمب، تمسكها محطه محطه، تبدا بالشيكنج تيست جروب، وبعدين تاخدها محطه محطه فليكشن اكستنشن ابر ولور، توصل بروكسيمال الابر ليمب تعمل دور تيست واللور ليمب تقول رولينج. هي عباره عن شيكنج برضه بس ليها اسم تاني، تشيك على الابر ليمب بالتابنج وتشيك على اللور ليمب كله بالبروب ليمب. جميل، ده كان التون. مره ثانيه بقى كله على بعضه، يلا احرك نفسك، ادي الشيكنج وبعدين فليكشن اكستنشن أقارن، فليكشن اكستنشن، فليكشن اكستنشن، فليكشن اكستنشن، الليلبو، الهيب، الشولدر، فليكشن اكستنشن، ابدكشن، ابدكشن او سيركمفرنشال، ونفس القصه هنا، بابس افرد الليلبو، فليكشن اكستنشن، ابدكشن، ابدكشن، سيركمفرنشال، اقعد، رخرخ نفسك، دور تيست اهو، شيكنج بروكسيمال ماسل، نام، ارفع دراعك، تابي، خبطه، لا دي زقه مش خبطه. اللور ليمب شيكينج اهو، التست جروب اهو سايد تو سايد، وبعدين فليكشن اكستنشن، فليكشن اكستنشن، وبعدين ايه الني، فليكشن اكستنشن، فليكشن اكستنشن، الهيب، فليكشن اكستنشن، ادكشن، ادكشن سيركمفرنشال، الناحيه الثانيه فليكشن اكستنشن، ادكشن، ادكشن او سيركمفرنشال. وصلت البروكسيمال تعمل الرولينج تيست، ادي الرولينج تيست اهو، هتشيك على اللور ليمب كله الفروج ليمب، تتني دي تنزل تجيب دي وضم، سيب نفسك خالص، ادي المنظر، لازم سبورت كده. طريقة الخطف يا دكتور. نعم. خطف. ايه؟ طريقة الخطف. طيب، ده كان ايه؟ كان التون. الباور بقى ليه سؤال صعب جدا. ان الباور انت المعهود او اللي بتاخده عادة في الدرس باور ابر ولور ليمب. لكن انت ما بتاخدش ترامب. ده بيسال في امتحان الراوند بالذات خطة خاصة. مش كتير بيعرفوا يجاوبوا. باور يعني ايه؟ ان اعرف العضلة ده براكسس ولا ويكنس ولا نورمال. طب اقول له ايه؟ معايا ده الاثنين، اديك فيها ست حركات، فرمط صابعك ادي حركه، ضم صابعك ادي اثنين، اقفل ايدك، افتح ايدك، سبح، امسك قلم، كده ست حركات. ادكشن، ادكشن، فليكشن، اكستنشن، اوبوزيشن، رايتنج بوزيشن. اشتغل، عمل زي ما عملت، الاثنين مع بعض اهو، مع بعض. ما هو المفروض احنا بنلاقي مش هيعمل. عرف؟ كتير مع بعض. حلو الكلام. عملهم يبقى كده احتمال يكون ايه؟ نورمال او ويك، لكن مش باراليسيس. هو لو باراليسيس ما كانش عمل اصلا. اعملها بقى اجنس الريزيستنس. ازاي؟ امسك البروكسيمال جوينت هو الريست. فنط صبعك مش تخليني اضمهم. اضم دول كده. ناشفين يا اخي. ودول كده برضه ناشفين، يبقى نورمال. والاربعه مع بعض. وبعدين دول مع بعض. كده في ايه؟ كده نورمال ده. طيب ضم صبعك على صبعي، ما تفتهمش. ادي الابدكشن عنده سليم اهو، ما فردش ايديا. اقفل ايدك على صبعي ما تفتهمش، رخى الصبع من هنا اهو، اقفل ايدك على صبعي ما تفتهمش. ادي الفليكشن اهو. ليه صبعين؟ لو دخلت صبع واحد هيزحلق. صبعين لا. ليه من الناحيه دي؟ عشان لو انا خدت كده الهاند جريب 50%، لكن كده 100%. كان ماشي، ده اخش كده اهو. سيب. وبعد ما يسيب اشد، مش اشد انا. اهو بص معايا، اقفل ايدك. طب سيب بقى، هستنى شويه عليه ما يسيب عشان ايه؟ اشوف اذا كان في ميوتونيا ولا لا. لو ده اتاخر سيب سيب سيب، ده انت سيب، عمال اقول سيب سيب، وده ماسك كده، ده ميوتونيا. يبقى عشان كده بقول لك ما تشدش، سيب واستنى شويه لما تشوف هسيب امتى، وبعدين يتشال
عشان لو في موتوري تظهر. طب كويس، ده كده بالنسبه لمين؟ ده الايه؟ الهاند. الريست بقى بص، انت كف ايدك افرد كف ايدك صار واضح اهو، اشتغل على الناحيتين مش باراليسيس يا نورمال يا ويك، اثبت البروكسيمال جوينت للبو، وبعدين اتني كف ايدك اتني افرده، اعمل كده كده اهو كده اتني كف ايدك افرده اجينست ريزيستنس اهو كده نورمال، للبو بقى اتني كوعك افرده شغال اجينست ريزيستنس، اتني كوعك افرده تاني اتني كوعك افرده، الدراع بقى شولدر ارفع دراعك فوق نزل دراعك تحت كانك ضم اجينست ريزيستنس، ارفع دراعك فوق نزل دراعك تحت جنح ضم ورف لابر لم 100 نورمال. طب الويكنس انت قلت ايه؟ نورمال يا ويك يا باراليسيس. الويكنس 4 درجات ازاي؟ بص كده ده مفصل كده، انا لغيت الجاذبيه، لغيت الجاذبيه اعمل كونتراكشن. ايه ده؟ كونتراكشن في العضله من غير موفمنت، ده اسمه ويكنس جريد 1 ويكنس جريد 4 ماشي؟ جريد 4 اللي هو قبل الباراليسيس على طول، يبقى الباراليسيس اهو ويكنس جريد 4 لما تلغى الجاذبيه الكونتراكشن يحرك العضله لكن ما يحركش الدراع. ويكنس جريد 3 الغي الجاذبيه، لغيت الجاذبيه ازاي؟ اهو كده ضد الجاذبيه بترفع تشيل كده ما فيش جاذبيه. يبقى رقم 5 باراليسيس 4 ويكنس جريد 1 كونتراكشن من غير حركه، جريد 3 كونتراكشن مع حركه بس لما يكون مع الجاذبيه اهو، ضد الجاذبيه ما يحصلش حركه اهو، ده جريد 3. جريد 2 كونتراكشن وحركه مع الجاذبيه وحركه ضد الجاذبيه، لما تحط عليها صباع ما يقدرش يطلعها. جريد 1 كونتراكشن وحركه ضد الجاذبيه، لما احط صباع يقدر يرفع، لما امسك بايديا جامد ما يقدرش يرفع. النورمال كونتراكشن ضد الجاذبيه احط ايديا يرفع، ده النورمال. لور لمب صوابع رجلك لفوق 2 صوابع رجلك لتحت، اثبت انكل صوابع رجلك لفوق لتحت، صوابع رجلك لفوق لتحت او تقف تحت منه وتقول له خد صوابع رجلك عليه هات عليا. انما لو انت واقف جنبي منه الاقي البنت هو منه يا عمو خد صوابع رجلك عليه هات عليا، او عليك عليك فين؟ هتقف تحت رجليه قول عليك وعليا، انما واقفه جنبه تقول صوابع رجلك لفوق لتحت. الانكل بقى تقول له ايه؟ مش رجلك لفوق 2 مش رجلك كله لتحت، اشتغل اهو ثبت ايه؟ ني مش رجلك لفوق لتحت، مش رجلك لفوق لتحت، ايدي كلها اهو. لما كنت بقول صبعك كان صبعين 2 بس حطيتهم انا، مش رجلك وبيدي كلها. اتني ركبتك 2 افردها اجينست ريزيستنس، اثبت هيب اتني ركبتك افردها، اتني ركبتك افردها. الهيب بقى ارفع رجلك لفوق نزل لتحت ابعد فخدك ضم، ما تقولش جنح، وفي حد بجنح برجليه؟ طيب الطرق الثانيه دي في بطنك قصه، هقول لك على الطرق الثانيه كلها واحده واحده، هتعرف بيزك الاول. هيبعد خدك لبره ضم لجوه ارفع رجليك لفوق نزل لتحت بقى بعملها ازاي؟ بحط ايدي هنا اهو وادوس على قلبه جامد اقول نزل رجلك لتحت نزل اهي الله. طب ليه هتدري هنا؟ لو ما حطيتش ايدي نزل لتحت هنزل ازاي بركبتي؟ فاهم ازاي اهو؟ فلازم انا اديك اهو نزل تحت شفت الحركه دي؟ طيب كده عملت اللور ليمب، ده الحاجات السهله الناس عارفاها كلها. الصعب بقى مين؟ ترانك. عضلات الترانك مشكله، عندك ابدومنال المصل وعندك ايه؟ بيكتوراليس. واحده واحده بقى، البيكتوراليس ده راسين، راس ماسك هنا سترنال وراس هنا جلادوبتر. نعملهم ازاي؟ قاعد العيان ايدك في جنبك وسطك، امسك انا الانتيروس اللي فوق طلع هو احسن، امسك الزاويه اللي فوق اهو في جنبك امسك الفولد ده اقول له ايه؟ زق. لما يحصل هاردنج يبقى السيرنال هيد شغال تاني كده، ايه في جنبك امسك الانتيروس اللي فوق اقول له ايه؟ زق ايدي الجنب. لما يحصل هاردنج كده تحت ليا يبقى دي السيرنال هيد، يزق ايدي الناحيه اللي وسطه كده في وسطك وزقك. طب عايز اعمل بقى الايه؟ كليبر ريد ارفع ايدك كده دراعك ده اهو بص معايا كده اهو اهو كده كده عليا كده كده عليا بس مستقيم امسك الفولد كده زق دراعك لجوه 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 التاني ابص ببدل كده دراعك لجوه دي كده مين؟ الكلاجيبلر هنا ايدك في وسطك زق دي استنى هنا نفس الوضع ده ايدك في وسطك لما الف ورا بقى كده اهو وامسك البروتيز ده فوق نفس الوضع ده بلاتسمس بس ملوش زق اقول له كح كح لان البلاتسمس بيشتغل مع الكح انفولانتري
انت ما بتعرفش تعمل لو انت زقيت هتشغل الكرانس انما لو كحيت شغل التسمس دولزاي نفس الوضع اهو دي باك تعالى بقى نفس الدومينس اثنين نفس الدومينس في تيست باسيف وتيست اجنست ريزيستنس باسيف ايدك عليا على وسطك ام راسك عليا دي كده مين ده التيست الباسيف شغال ايدك بجنبك ام راسك عليا اجنست ريزيستنس اهو ده مين ضمن مصر خلصت اهو الكرانس وايه ريكتس الباك بقى الباك عندك الاستريتس وشك بحيطه وجنب ايديك دي استريتس لو حصل وينجينج يبقى عنده ويكنس في استريتس ايدك فوسطى ايدك فوسطى كح دي اللي تسمى سترزون تمام نام على وشك بقى ترابيز بقى اللي باقي اهي دماغك لفوق راسك لفوق اهو لفوق دي بين اكستنسورز باك ترابيز اقعد بقى كمل بقى مصر اقعد ارفع كتابك لفوق نزلها دي الترابيزس اول هيد ارفع نزل اجنس الريزستنس الاولانيه اللي كانت بترفع اكستنسورز باك او الترابيزس دور هيد دور فايبر يعني دي ترابيز ابر فايبر كده ايه خلصت الباك الريتس الديسمس الاستنسور والترابيزس ايه ابر فايبر النك ساق ايه السينوسويد اهو وشك يمين يمين وشك شمال وشك تحت شغاله اجنس الريزستنس وشك يمين وامسك العضله دي اهو ناشفه اهي وشك شمال ادي سينوسويد وشك تحت طيب عضلات الماستيكيشن الموراليس تريجويد وماسيتا الموراليس وماسيتا تريجويد جوه اعمل ايه احط لي كده اهو جزء اسنانك دي الموراليس امسك كده اهو جزء اسنانك دي ماسيتا افتح بقك فتحك يمين وشمال دي تريجويد اجنس ريزيستنس افتح بقك في المنطقه ده فتحك يمين فتحك شمال غير السينوسويد اهي وشك تحت دي السينوس وشك تحت وشك كله السينوسويد تبقى تريجويد اهي افتح بقك الفرق بحط لي فوق طيب دي كده مين ماستيكيشن جزء اسنانك امبرايس جزء اسنانك بسيطه افتح بقك فكك يمين وشمال افتح بقك فكك يمين شمال تريجويد فيش المصل ارفع حبك لفوق زرع عينيك انفخ بقك صفر وريق اسنانك شغاله ايه الاجنس ريزيستنس بقى فيها؟ ارفع حبك لفوق زرع عينيك حاول افتحها انفخ بقك حاول افضيه صفر وريق اسنانك كده خلاص هما اتنين بس اجنس ريزيستنس كده خلصت كل المصل في الجسم ليه ما اتعملش؟ لور لمب اور لمب ابدومين باك ايه ده تام يا عم ريفلكسز سوبرفيشال ودي سوبرفيشال هما ثلاثه هيمونه جدا وحد فيه خد نيورون كده انا عامل نيورون كده انا دكتور اول مره احنا كان مزرعه واحده ايه دي اول مره كنت مزرعه لا دكتور داون راوند بس طيب ريفلكس بسرعه عند ما اقولش نيورون كله حصه لو بطلت على كده يبقى هخلص بعد ثلاث ايام لا تمام يا دكتور طيب السوبرفيشال منها ايه؟ السوبرفيشال هم ثلاثه اهم السوبرفيشال الاول ايه؟ وعين الدين برانتر تحت برانتر الفيس تحت ابدومينال في النص كورنيال فوق بعدين برانتر ده ازاي بتجيب المفتاح بتاعك وسكراتش السورز فوق اهو سكراتش فين سكراتش يكون اهو على السول لاترالي كده والف كده بجوس كده واقف عند الفولد ده قدره يفصل البيك تو عن اللي جنبه اسمها بالمنسكي مسك نورمال ريسبونس بلانتر فليكشن البارامتر بيغيرها تبقى ايه اللي هي نورمال اصلا في النيونيت دوز فليكشن البارامتر بيخليها بلانتر فليكشن لما اقطع البارامتر بعد كده ترجع دوز فليكشن تاني اللي هي بوست بالمنسكي ساين احنا كلنا نورمال يبقى بلانتر فليكشن البارامتر دوز فليكشن طب النيوروباسي الفيكس ايكوفوكال نروح شرابيكي مقطوع الفيكس ار اصلا صح مقطوع النيوروباسي بالمنسكي مسك بقى ايه بص لما بجد ده اتن دلوقتي اهو بص بقى غلط بيحصل في الامتحان هتعمل كده حصل ريسبونس يعمل ريسبونس يلا بص بص هعمل ايه بقى انت شتايه اهو انت شتايه ما لقيش واحد بقى في الامتحان يا عم خلاص ما ريفلكس حصل تطرد من اللجنه على طول ليه بقى بقول لك بتعذب العيال وعشان مش حاسس يعني بتكحت رجليه بتعذبه انت مش عايز ريسبونس حصلت سيبه صح كده اهو انت ليه انما بقى
والله لو وصلها من الاخر عليا الحرام يا هنا اوصلها. ايه يا ابني في ايه؟ هتدير الطوالي من اللجنه. طب ليه عند الفوز وقف؟ لو دخلت هنا اهو هتعمل دايركت سيميشن للمصري، هيحصل بلانتر بريدكشن. لما اخش هنا تعمل بلانتر بريدكشن هات. يلا بص اه يعمل بلانتر بريدكشن حتى لو كان برامدر ليجن. يبقى ما ينفعش اوصل لحد هنا، اقف عند الفولد بس. ايه الاظهر ميثودز؟ هما تسعه. دي بابينسكي. دي مين بقى؟ بابينسكي تحت الجزمه. شادوك على الجزمه على الدورزه ستريت. يعمل ريسبونس اهو. ده شادوك. شادوك. براده على البورده. براده. براده. عندكم فرق بتاعي كل حاجه. بابينسكي تحت الجزمه. شالوك على الجزمه. براده على البورده. بس بتيجي تعرفوا تقول شالوك على الجزمه؟ لا بابينسكي شالوك على الجزمه. تحت الجزمه. شادوك على الجزمه. براده على البورده. دي عشان تحفظ انت بيه. قال ثلاثه. في ثلاثه ثانيين بقى بتوع ايه؟ بتوع مساج. بالصدفه اكتشفوا الريفلكس بيحصل مع اثناء المساج. واحد اسمه جوردون بيعمل سكويز للكاف ماسل حصل ريفلكس. يلا لما اعمل سكويز تعمل ده ايه؟ ريفلكس. بص اهو ده جوردون. جوردون في اوبنهايمر سكويز الشف التيبيا اهو يحصل ريسبونس اهو. اوبنهايمر في شفيه. سكويز تندر اكيلز اهو يحصل ريسبونس اهو. اهو شفيه. يبقى جوردون اوبنهايم شفيه. باقي ثلاثة كمان. كوندا استاذ بريطاني كبير قال لك لما تشد رقم ثلاثة واربعة لتحت يحصل ريسبونس. بص اهو ريكشر اهو ادي ريسبونس. ده كوندا. طب يا كوندا وخمسة؟ قال لك خمسة ما ينفعش. جه بقى استرونيسكي المساعد بتاعه قال لك خمسة تشده لبره يحصل ريسبونس. يلا معايا اهو اهو اهو. ده مين؟ ده استرونيسكي. يبقى كوندا استاذ بريطاني ثلاثة واربعة. استرونيسكي معاش يروح الخمسة صح؟ استاذ مصري كبير اسمه ساهر باقي له ايه المصري؟ شعر ساهر يسد شعر يحصل ريسبونس. اصله كان شغال في كوفي يسد الشعر يحصل ريسبونس. وممكن تعمل اثنين مثل بعض يعني تعمل بنهايم وجنده بنهايم وشافيه وهكذا اثنين مع بعض تسع ميثودز. لا كل ده بيتعمل يحصل ايه؟ دورز ديتكشن. دورز ديتكشن ده البوست بالنسبه سايد اللي ادونا ريفلكس بقى اللي هي جاردنج ان انت تكش في بطنك لما حد يلمس بطنك كده بتجير من بطنك يعني. بعمله ازاي؟ من فوق لتحت دي جالام بايبس ابر ابن ريفلكس. يلا هذا شد بطنك كده من غير شيء اهو اهو ابر ميدل لور. لو في ناحيه فيها امبليجيا يبقى رست. كورنر ريفلكس تيجي بيه مش بالقابل مش بالفتاح قطنه. حد معاه قطنه او منديل تيجي لامس بيه ايه؟ الكورنيا. بص على اصبعي وتلمس الكورنيا. الدكتور يا سيدي تقول لك ايه؟ لو انت مش معاك قطنه تعمل ايه؟ تنفخ. بس مش تنفخ يعني لا طلقه هواء ازاي؟ بص انما مش تيجي بقى جاي بقى مش ينفع هيغمض طبعا غصب عنه لازم بقى طلقه هواء كده وتعملها الناحيه الثانيه. قال التنفس هو الفيشر فليكس اللي عندنا. امال بقى مين يديك الفليكسز؟ يديك الفليكسز كتيره قوي بقى. عايزه بقى ايه؟ تركيز عشان تجيب الفليكس دي تقيله. هي الموتور سيستم بقى. تجيب الفليكسز قال لك قسموها. اند كرونز. في عندك في الابر ليمب اللور ليمب الاول بالترتيب كده وبعدين الابر ليمب والهيد. واحد واحد. ثلاثه ثلاثه. اثنين اثنين. في اثنين نورمال ريفلكسز في اللور ليمب الانكل والنيل. ولو هايبر هتلاقي معاهم باثولوجيكال اللي هم مين؟ باتيلر وادكتور. ثلاثه ثلاثه في الابر ليمب. ثلاثه نورمال باي وتراي وبريكيو. ولو هايبر هتلاقي ثلاثه باثولوجيكال مين هو؟ انجر ريفلكسز بيكتوراليس سوبرا سباينيتس. لو هايبر بس؟ لو هايبر. والفندر دول ثلاثة. هوفمان جيرت الأول وهوفمان وارتنبيرج. هنا في باتيلر كلونس. هنا في ريست كلونس. هنا في أنكي كلونس. باتيلر اند انكل. هد بقى فيه اثنين الجور ريفلكس وباقي جلابيلر. جلابيلر اهو. لو هايبر
تعمل مين؟ الجور فيس. ايه الكلام ده؟ في عندك يا دكتور باثولوجيكال وفي نورمال. النورمال ريفلكسز في النين اللي هو الليمب النين والانف. شمر انت كم؟ نورمال ريفلكسز يعني ايه؟ دي موجوده نورمال. ايه النين ده يا دكتور ازاي؟ انك انت بتعمل فليكشن، بتزن الاول تعري العضله، العضله تكشفها كده فوق خالص، تتني رجليه، تتني ازاي رجليه؟ تتني رجلي دي الاول، لا تتني دي وتنزل من تحتها تجيب دي كده عشان تشيل ده على ايديك. دخل صباعك في النص كده علشان مش يلزقوا ببعض، بس كده يلزقوا ببعض. تعمل ايه؟ دخل صباعك في النص وتحمل كده اهو، وعينك على العضله، وهو هتدي ضهرك لعيال نيورو، دايما وشك لعيال نيورو ماشي. تحس بقى الحته اللي تخبط فيها على التندر، ادي التبروست اهو، التندر اهو، احمل ما تشيلش جامد ولا تسيب خالص، تحمل حس التندر اهو اخبط عليه نورمال كونتراكشن اهو. النورمال كونتراكشن ويزر وزوق ممكن. هايبر بقى لما اخبط طير رجلك جامد. يلا ده كده يبقى هايبر. يبقى الناحيه الهايبر تلاقي رجله بتتحرك حركه جامده اكتر. يبقى الناحيه دي هيبقى فيها باثولوجيكال. طب ماشي، ده النيل. الانكل تجيب رجله كده اهي، وبعدين هتدخل الاربع اصابع دول تحت والصابع كده فوق، تعمل انفيرجن دورز فليكشن. انفيرجن دورز فليكشن عشان يحصل ستريتش على التندون اكيد. استخبط عليه بقى، بص على العضله. لو هايبر هيحرك ليه؟ لو هايبر بص لتحت اهو. لو هايبر خلاص؟ بنفس القصه الناحيه الثانيه اهو. تمسك برضه اربع اصابع تحت وده فوق. انفيرجن دورز فليكشن. ماشي؟ ده كده النورمال ريفلكسز. لو هايبر تعمل ايه؟ الباثولوجيكال مين هم؟ باتيلا. بحط صباعي في الباتيلا كده واخبط كده اهو. لو في حاجه، لو في موجود يعني هي هيشد دي لفوق، شد صابونه لفوق. يلا اهي ده الباتيلا. طب الادكتور بقى باجي على الميديال سايد هنا اهو واعمل ايه؟ اكسترنال روتيشن وابدكشن 15 درجه من الفيرتيكال بلين، واحط صباعي كده الاقي هنا في اضميه اهي اسمها ادكتور تيبروستي او تندون. حط صباعي كده عليها واخبط، لما اخبط هضم رجلي. يلا ما اخبط ضم رجلك دي تقوم دي يضم رجلي، ده اسمه الدكتور فليكس. يبقى باتيلر والدكتور باثولوجيكال. يتبقى مين؟ كرونوس. كرونوس هنعتبر نفس الناحيه دي اللي فيها الايه؟ الهابر فليكس. في عندك باتيلر اسحبها لفوق تيجي نازل بيها لتحت. لو عملت كده اهو هتزحلق، ما هي باتيلر صابونه. برفع كده جامد وزنه ايدي في الجلد وانزل كده اهو كده. لو في كرونوس هيحصل ايه؟ الرده دي. طيب والانكل بقى اهو ريكشن 90 درجه، وامسك من هنا واعمل ايه؟ بعمل بلانتر فليكشن صادم دورز فليكشن اهو. بص كده لو في كرونوس هيحصل منظر ده اهو، ده الانكل كرونوس. طيب ده كده اللور ليمب خلص. ابر ليمب بقى بايسبس نعمله الناحيه دي فليكشن 120 يعني ايده على سرته. حط ايه؟ صباعك على مين؟ على البايسبس تندون وتخبط كده. بص على العضله وشك العيان، هتبص على العضله اهو كده هيبقى وشك العضلين اهو. اخبط هيحصل كونتراكشن بالعضله اهو. وزر زاد ممكن. البيركارديالز نفس الوضع بس مش بخبط هنا، بخبط على التندون نفسه. ازاي؟ بقيس اربع فينجر كده من التجروت هنا واخبط مباشر. هيحصل كونتراكشن بالعضله دي اهي. ده البيركارديالز. ترايسبس تريكشن 90 درجه، ايده على النبل. ترايسبس تندون اهو، اخبط كده. ده ترايسبس. لو هايبر ريفلكسيا بعمل باثولوجيكال اللي هم ايه؟ اللي هم واحد فينجر ريفلكس ودول ثلاثه. اوقاتهم من فوق، من فوق لتحت احسن. بيك سوبراس بانيتاس ريفلكس. ازاي؟ ادي سبانت على السكابل اهو. فوق منه سوبراس بانيتاس. بتعمل ايه؟ ابدكشن لدراعك من 0 ل 15 درجه. ضم دراعك جامد، لما اخبط هنا هتفرد دراعك كده سنه صغيره. ماشي؟ اهو دايركتلي. دي سوبراس بانيتاس. فوق الاسبانس على السكابل اهو. العضله دي. طيب البيكتوراليس بقى بعمل ابدكشن دراعه كده اهو، خد صباعي على التندون بتاعها اخبط هيضم دراعه. يلا ضم، لا ضم من هنا، ضم كده. يلا ده البيكتوراليس. فينجر ريفلكسز عملها في الايد دي كده. عندك فينجر جيرك، فينجر جيرك تحط صباع تحت كده صباع دول تخبط هيحصل فليكشن اصابه. كتف صباع كده يا ادم. يلا بص، بس طبعا عشان صباعك ده واحد ممكن تخبط كده تخبط كده، فقال لك حط ثلاث صبع احسن تخبط ورا تشافوش اهو عشان تيجي بالظبط ما تتوهش منها اهو. ده فينجر جيرك.
هوفمان قال تمسك الصبع ده وتدي الرؤيه دي جامد كده اهو وتسيبها، هيجي عامل ايه؟ هيعمل كده يا ادم، بص بريكشن ادكشن كده اهو، بص اهو اهو، ده هوفمان. وارتنبرج مع انه المفروض عنده باراليسيس، عنده باراليسيس الحركه دي ريفلكس، وارتنبرج قال الشاب الصبع في صبعه وحط الصبع على الصبع هتشد، هيجي عامل صبعه كده، بص يا ادم اهو، بص اهو، وارتنبرج تاني اهو، بص اهو، وارتنبرج وكده ايه؟ دي الفينجر ريفلكس. يتبقى كلونس ريست كلونس ريكشن 90 درجه واعمل ايه؟ ريكشن صدر اكستنشن يحصل الكلونس بقى. اقعد نعمل جلابيلر ريفلكس، وصلنا لهيد كده ورابر ليم 3 و3. جلابيلر ريفلكس بقى دوت ازاي؟ يقعد نحب تيجي جنب العيان وخليه يقعد يبص لتحت، باقي جنب منه كده وقفت ان هو على الجلابيلر ثلاث خطوات، اسمه ايه الريفلكس ده؟ مايرسون ريفلكس. مايرسون مكتوب في ورقه عندكم عشان يسالوا الريفلكس ده بشكل كتير يقولوا في العمل، بقول لك اسمه ايه؟ مايرسون ريفلكس. اخبط خمس خطوات، اول ثلاثه هرمش هرمش هرمش، بعد كده اسرب الوش، بص يلا اول ثلاث مرات هرمش، بعد كده ترمشي ماشي، واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه، ده النورمال هابيتويشن بعد ثلاث خطوات. الابنورمال ايه؟ ابسنت ابسنت، يبقى لور موتور نون ليجن او اكسجريتد، يبقى ابر موتور نون ليجن، بس يبقى لك ابر موتور نيرون او برولونج بقى، عمال يرمش باستمرار باستمرار باستمرار، باركنسونيزم ودمنش خلاص كله في ورق مكتوب. اللي لو موجود بقى ريفلكس يبقى اعمل الجو. الجو ازاي؟ افتح بقى بسينه صغيره، حط بقى كده فوق ايه؟ دقنه زي ما عملت مع باتيلا، واخبط كده اهو، هيحصل ايه؟ ده ايه؟ دي ريفلكس. كده خلصنا الموتو سيستم. نورمال نورمال لا، الجو ريفلكس الاب نورمال، ما تخرجش كده، الجابيلر هو النورمال. طيب اخش بقى على مين سنسور سيستم يلا؟ عايزين كله يا جماعه يبقى ايه؟ حته واحده كده يا حليم، نقطه على اليوتيوب او الفيسبوك. بيس؟ السنسور سيستم يا جماعه بنقسم السنسيشن ثلاث انواع. سوبرفيشال وديب وكورتيكال. سوبرفيشال البين والتمبريتشر، التمبريتشر والتاتش. الديب النيرف سنس والماسل سنس والبون سنس والجوينت سنس، البون يعني فايبريشن. والكورتيكال بقى تكتايل لوكاليزيشن، تكتايل ديسكريميشن، تكتايل اتنشن، جرافوسيزيا، ستيريوجنوز. بص كده معايا، البين هتجيب معاك الكله بتاعت السنان زي ما سامع في العياده بتاعتنا بره، لان يعني ده انفكشوس بين فيروس سي من واحد للتاني، كله ديسبوزبل تترمي ماشي في امتحان. والتاتش قطنه، مش البتاع اللي تحت دي، لا قطنه ماشي يا دكتور، تاتش قطنه. طيب تشتغل التاتش تشتغل البين، ده مره ده مره. التمبريتشر لا، التمبريتشر ماشي مع بين، لو عملت واحد تاني يكفي. طب لو عايز اعمل تمبريتشر اعملها ازاي؟ طب التاتش يا ريت بطنه والبين بيتبوظ، التمبريتشر ازاي؟ انبوبه اختبار فيها ميه سخنه او ساقعه وتعمل بقى تسنى. الاول علمه فتح بص معايا كده، شوف الشكه دي حاسس بيها في صدره اهو، الشكه في الناحيه دي من ديجا، واعلمه الناحيه النورمال اقول له دي شكتك، غمض عينيك. وبعدين تيست سي 2، البدايه دايما في السنسيشن سي 2 اللي هي دي الاندروز ماندو بالابتك دي كده سي 2، اقول له ايه؟ بص هنا زي هنا يبقى كده مفيش هيمي بليجيا، مفيش هيمي اوسيزيا. ازاي يا دكتور الكلام ده؟ ما انت عندك تعمل مقارنه، مقارنه بالعرض وبعدين بالطول وبعدين بره بجوه، الكلام ده كلام تظبيط في النهايه بقى. ده بتشخص الهيمي هي اوسيزيا، ده بتشخص البارا، ده بتشخص النيوروباثي، ده تعمل له سنسور ليفل، ده تعمل له سكند جراف اوتوماتيك. بص بقى ازاي، انا بدات الاول بعلم العيان وبعدين تيست اثنين، قال لي هنا زي هنا، قال لي هاخد جسمه كله مقارنه بالعرض، وشه هنا زي هنا، كتفه هنا زي هنا،
قلبه هنا زي هنا، ايده هنا زي هنا، صدره هنا زي هنا، بتكشف كده هنا زي هنا، هنا زي هنا، كشف ده كله مكشوف، هنا زي هنا، هنا زي هنا، هنا زي هنا، هنا زي هنا. نو هيما هاجوساسيا، نو هيما هاجوساسيا، مفيش خلق هيما خالص، دي بالعرض. تعلق بتبقى من تحت عشان بس سنك ايه؟ صح، من تحت من فوق، من تحت الاثنين صح، الاثنين صح. الموتور سيستم المفروض تشتغل من فوق لتحت والسنسور من تحت لفوق، لكن لو انت من تحت لفوق في الموتور والسنسور مش شفت صح، هو على اساس ان الموتور منزل من فوق لتحت والسنسور طالع. طيب مقرب الطول، الطول ازاي بقى؟ بص وشه بايده برجله، بص معايا هنا زي هنا زي هنا. طب وهنا زي هنا زي هنا. ادي الطول. لو عنده بارابليجيا هيبقى عنده بارهايبوسيزيا، يقول لك ايدي ووشي حاسس رجلي مش حاسس، دي بارهايبوسيزيا. يبقى بالطول شخص مين؟ البارهايبوسيزيا او البارهايبوسيزيا. ايوه انا قايل انستيزيا مفيش. لو بارابليجيا، لو هو عنده بارهايبوسيزيا لازم اعمل سنسوريتك. ازاي؟ اقول له بقى بص لما الاحساس يزيد قول لي، غمض عليك. لما الاحساس يزيد قول لي. اجيبها من تحت لفوق. مسافه واسعه. ولما اقرب من بطنه اضيق المسافه. بس قال لي هنا. واجي الناحيه الثانيه اهو. اول الاحساس يزيد قول لي. لما الاحساس يزيد قول لي. في بطنه ضيق المسافه شويه. سنسور ليفل عند الامبلايكس. يعني ليش عند تي 10. مشيني بقى امشي بالراحه واحده واحده. اخلص بكره ان شاء الله. مسافه كبيره وتيجي ايه عند بطنه ضيق. هتلاقي عندك فتحه كامل الزدان عند الامبلايكس. حاله خالد عند ليه؟ عند النبل. خالد ترانزيوس مالاتس فتح تروماتي. طيب دي مقارنه بالطول شخصنا مربيجي وعمل السنسور ليفل. بره بجوه بقى اللي هي مين؟ اوتر بينا. بص هنا زي هنا. طب وهنا زي هنا. طب هنا زي هنا. هنا زي هنا. ديستال بروكسيمال عشان شخص نيرو بس. النيرو بس يقول لك ايه؟ تحت مش حاسس فوق حاسس، تحت مش حاسس فوق حاسس، يبقى نيرو بس. تيجي عامل له ستوك عند جلاب. ستوك يعني شراب. ازاي شراب؟ بص لما الاحساس يزيد قول لي. تاخد رجله كده اهو. هنا الاحساس يزيد لما يزيد قول لي. بس اخدها ميديا بوستيريو ناترا او السنتر ليفل في ميد شيفت او ميد ليج. ده ايه؟ ده الستوك ميد ليج. خلاص كده الستوك الناحيه الثانيه لازم يكون في نفس المكان لانه بناترا وسيمتريكال. والجلاف لازم يكون اقل منه، يعني السوك يبقى هنا يبقى الجلاف تحت لسه. طب استاذ تقول لي ها قول ها ها قول اراوند ده ليه؟ ده ليه؟ هتلاقي ان الشراب اعلى من ايه؟ الجوانتي ولازم يكون بلاتر او سيمتري. خلاص؟ ده السوبر فيش. الديب ركز يا عم معايا. ركز بص في ايه؟ الديب سنسيشن بقى عندك المصل والنيرف والبون. نمسك البون الاول هو الفايبريشن. الفايبريشن سنس 128 سنس 50 بتاعت الرزم ده. بتركها كده كده تهز تاني او كده توجعش على كده خلاص مش تبقى مزعج بقى في امتحان تيجي جاي سبب ايه انت بتبتدي ولا حاجه في ما ينفعش كده لازم تبقى ايه يعني دكتور شغال يا اخي تمام اهو وقول له ايه بقى فتح كده ركز حاسس بيه زنه هتحس زي تحت غمض عينيك واحلم معايا اهو باجي على عظمي حط لي على عظمي اهو ميديا مالا صور حاسس بايه؟ الناحيه الثانيه شكرا مقارنه بالعرض اهو بالعرض خلاص بقى اجي فوق على دي عظمتين برضه عظمتين يا دي يا دي اللي تعجبك ها حاسس بايه؟ ها حاسس بايه؟ بيس خلاص كده بقى هي الناحيتين زي بعض خلاص الناحيتين فوق زي بعض خلاص كده انت استنى بقى ده الهيمي ده النورمال طب هيمبليجيا والبارا والنيوروباثي هيمبليجيا اهو حاسس بيه؟ زن حاسس بيه؟ مش حاسس ده هيمي على طول البارا والنيوروباثي فيها مشكله ازاي؟ بص معايا نيوروباثي بارابليجيا حاسس بيه؟ حاسس حاسس بيه؟ مش حاسس يا اما نيوروباثي يا بارابليجيا افرقهم ازاي؟ اطلع بروكسيمال على العزيز انتو سويت سباين اهو حاسس بيه؟ زن حاسس بيه؟ زن يبقى نيوروباثي حاسس بروكسيمال ومش حاسس ديستال انما لو مش حاسس هنا كمان يبقى ده بارابليجيا البارابليجيا مش هيحس ديستال ولا هيحس بروكسيمال النيوروباثي يحس ايه؟ بروكسيمال وما يحسش ديستال يبقى هما الاثنين مش بيحسوا ديستال لو بيحس بروكسيمال يبقى نيوروباثي ما بيحسش يبقى بارابليجيا
تقدر تعرف الليفل بتاع الرابيجيا الديب سنسيشن البون ازاي. اقول لك الليفل ازاي بقى تعالي قوي اقول لك تعالى انت في المطعم اوف هطلع على السباين على السند على السباين اهو هنا في ديمبل اهو على السوسيال سباين وديمبل ثاني اهو بينهم بحط ايه على السباين ده الشوكه كده على ال 5 حاسس لا اطلع ال 4 حاسس لا ال 3 حاسس لا ال 2 ال 1 12 تي 11 تي 10 بس حاسس يبقى سنسور ليفل عند مين انت 10 اهو ده بيديب سنسيشن بعملها مره سنسور ليفل بس سوبرفيشال مره بتدي تمشي على السباين الماسل سنس الماسل سنس بقى الماسل بتمسك الماسل بايديك هتحس بشد عضلي لما امسك العضله دي شوف بقى بس بيحس بايه حاسس بايه هيقول لك افشل حاسس بايه دي مثلا انت حاسس بايه اهو ده الماسل النيرف بتيجي على العصب بالعصب الكهرباء في عندك عصب الكهرباء زي ده كده فتزحلق ايه تزحلق منك لو انت مزحلق يعني مثلا قدر الله هيحصل لك ايه الزحلق يعمل لك كهرباء بايديك بص معايا كده هنا في لاتر بوليت النيرف لما اضغط عليه تشد رجلك وتقول لي كهرباء حاسس بايه حاسس بايه طيب ده لاتر بوليت النيرف الالنر بقى نفس القصه اللي بتاعك انت ده بقى هتلاقي نصطدن اهو فوق الميدل مارلس حاسس بايه حاسس بايه كهرباء وبنت شيله ازاي دي كهرباء ده مين ده ايه ده النيرف والمصل يتبقى الجوي اهو بص يا ادم كده صباعك بيتحرك كده لفوق كده لتحت غمض عينيك صباعك بيتحرك ولا لا فوق ولا تحت فوق ولا تحت سنس اوف بوزيشن اند موفمنت لو قال لك صباعك بيتحرك ولا لا انا مش عارف ما قلتش بقى فوق ولا تحت ازاي ما طالما مش عارف هو بيتحرك ولا لا يبقى مش عارف فوق ولا تحت شو بغبي في عيال في امتحانات واغبياء ايه خمس نجوم يقول لك ايه صباعك بيتحرك ولا لا يقول لك لا طب فوق ولا تحت ازاي هو مش عارف بيتحرك ولا لا ممكن يفقد الاحساس بالبوزيشن يعني يحس بالموفمنت يقول لك اه بيتحرك فوق ولا تحت لو مش عارف يفقد واحد ويسيب واحد يفقد البوزيشن ويسيب الموفمنت تيجي على صباعك كبير كده صباعك بيتحرك بص كده جوه كده بره غمض عينيك اتحرك ولا لا جوه ولا بره جوه ولا بره بيس طب تايم لوكاليزيشن بقى البنات عايزه تبص هنا بقى الناحيه ديت هي ميمسيزي هي ميمسيزي او امبليجي ما عملش بقى كورتيكال الكورتيكال عشان تعمل لازم يكون ايه انتاكت اول سنسيشن فالناحيه دي نص الناحيه دي شغال يبقى يشتغل الناحيه دي كورتيكال مثلا بص يا عم هشك غمض عينيك بص معايا اهو حاسس بايه فين هي صباع كبير ده الكورتيكال هو بيحس بالصلمه بيحدد مكانها بالكورتكس اهو حاسس بالسلسله الشكه فين صباع كبير ادي الكورتيكال ده زي تقطيل لوكاليزيشن ديسكريميشن بقى هيجيب شكتين اهو تبصين جنب بعض كده اهو اقول له دول شكه ولا اثنين غمض عينيك شكه ولا اثنين اثنين ده كورتيكال تقطيل الاتنشن اللي هو بيرسبشوال وفيبر لي الدبوسين بيصاد بعض كده اهو نفس الحته بالظبط اهو شكه ولا اثنين اثنين الجرافوسيزيا خد يا عم ده بص اهو عشان تزعلوا اديهم يا عم بص معايا جرافوسيزيا يعني ايه؟ يعني ارسم له ايه؟ حاجه في ايديه اقول له ايه دي؟ غمض عينيك ايه اللي انا عملته بايديك ده؟ دايره ده جرافوسيزيا جراف رسم سيزيا حس طب ايه دي بقى؟ قلم قلم لان انا اصلا غلطان في حاجه ده عيان ما يعرفش ايه دي لما تحط حاجه في ايديه تحط حاجه فاميليار حاجه يعرفها لكن هو ما يعرفش دي تمام تعالى على حاله نيورو يقول لك دي تونينج فورد 6128 عرفها انما ده ما يعرفش ده ايه حاجه فاميليار اجيب له مثلا ايه القلم غمض عينيك ده ايه شفت بقى كان عدل ده كده ايه فاين على ديب على سوبرفيشال يتجمعوا في كورتكس يعمل لك قلم بس كده السنسور سيستم خلص خش على كده نلبس شفت الشوك خلص اهو حطه شغل ثاني ايه افصل افصل خلينا نلبس يا شباب كل حاجه بورق نشتغلهم مع بعض نشتغل تراجمنا لعباسي مع فيشر يا عباسي اهو يا عباسي عشان يطلع في الفيديو عباسي يا جماعه بقى ويطلع على فيسبوك والتاني كلها تعرف عباسي دفعه 2000 وكام انتوا؟ 2012 يعني عباسي دفعه 2012 70 تراجمنا بقى في موتور مش مرتبط وفي سنسور ومش مرتبط سنسوري وموتور موتور الفيشة المصري
موتور الماستيكيشا مصر. وعلى فكرة اشتغلناهم أثناء الموتور سيستم. بقى حتى دي يبقى سنسوري ده التست وده البين والتمبريتشر والتاتش. نعملهم بقى دول التست ازاي وده ازاي. البين والتمبريتشر والتاتش ازاي بص معايا كده اهو ده مش فيهم هو ده فيهم. البين لما تيجي تشغل دش اول حاجه بتعلم العيان ايه دي شكه غمض عينيه تست سي 2 هنا زي هنا ادي بالعرض لا دي البدايه بتاعتك دي اول حاجه رسومات سي 2 شوف رسوماتك الاول ده تراجعنا بقى باسوي غير باسوي ده خالص بالعرض بقى ايه بص معايا هنا زي هنا وبسلك هنا زي هنا مجزله هنا زي هنا مندبله قلب العرض بالطول هنا زي هنا زي هنا هنا زي هنا زي هنا بره بجوه هنا زي هنا هنا زي هنا هنا زي هنا اكتر بينها هنا زي هنا هنا زي هنا هنا زي هنا. وفي ناس تقول لك اعملها كده اهو اللي هي اكتر بينها في دي هنا زي هنا بالميد لاين هنا زي هنا هنا زي هنا بالميد لاين ده في البين والتمبريتشر بعمل الحركه دي علشان سبانا النيوكلس اللي جوه بره واللي بره جوه اللي فوق تحت وتحت فوق. لكن في التاتش لا في التاتش لا في التاتش بقى بص ازاي التاتش علمه ده لمسه غمض عينيك هنا زي هنا طيب هنا زي هنا هنا زي هنا هنا زي هنا بالعرض هنا زي هنا زي هنا هنا زي هنا زي هنا بالطول بس اوعى تعمل في التاتش بره جوه. ايه بقى؟ ان هو مش روح سبانا النيوكلس روح ايه؟ تاتش مين سنسيشن. طيب كده بالنسبه لمين؟ السنس ايه السنسور بتاع الراجل الفيشل بقى الطن طلع سنه بمسكه بايه الشاشه من ناحيه وناش من الناحيه الثانيه واجيب اقطرها فيها ميه بملح اقطرها فيها ميه بسكر مش اجيب سكر كده نفسه الماء لا انت شفت اللسان لازم يكون سكر وملح دايب في ميه واقول له ايه بقى لما تحس ان ده سكر تعمل كده صباعينك كده اهو ملح تعمل كده ليه؟ علشان لو اتكلم هيبقى عليه وهيحس بايه؟ بالسيرفس طن يبقى غمض عينيك طبعا عشان بره امسك بيه كده احط نقطه ملح يعمل لي كده سكر يعمل لي كده واغير الناحيه الثانيه ناخد معانا البطاريه ولا البطاريه؟ البوستيرا سيرف بقى البطاريه نعم قول ناخد معانا البطاريه ولا البطاريه؟ لا تاخدها معاك منظر البطاريه كمان سكر وما ملح لازم معاك تعالى عشان البطاريه كده كامله عشان بتاعت لي يا ابني تقول بتاعت كذا كذا مدريش حلو مره لقيت واحد واخد قراطيس طب انت هتجيب ميه منين القطاره منين؟ قراطيس سكر وملح وبن ونعناع عشان خاطر المناديل ادي اول اثنين نرفز اللي بعديهم مين بقى؟ ادي اول اثنين بين نرفز رجلنا فيشل اللي بعدهم اوبتيك واوكيلر ما بمشي ايه؟ كل اثنين شبه بعض زي بعض اوبتيك واوكيلر اوكيلر قصدي بقى ثلاثه واربعه وسته واوبتيك اللي هو مين؟ اللي هو ايه؟ واحد صح؟ يبقى انا اشتغلت كده ايه؟ اشتغلت فيشل وتراجمنال وادي واحد وادي ثلاثة واربعة وستة كده نلبس اهو ماشي بالترتيب اهو حطهم ايه بالترتيب فيشل وتراجمنال مع بعض دلوقتي اوبتيك واوكيلر اوبتيك اكزامن فيجوال اكيوتي فيجوال فيلد ودول اللي هتشتغلوا في الامتحانات بعد كده في حاجه اسمها ايه؟ كلر فيجن ويمشي تماما في الامتحان هم دول في الامتحان اكل وايه؟ هنا اوكيلر موفمنت البيوري التوزس شوف بالك انت النستابلس هنا ده له تيست ده له تيست اكيد له تيست بص معايا كده اكتب الله يخليك التست بتاع الفيلد ده سهل هتشوف في الرمل بتاع الاكل يجمع عين ولو لابس نظاره لابس نظاره عادي واحد يقف هناك على بعد 6 متر دول كام اثنين دول كام ثلاثه مش شايف يقرب متر في متر لحد ما يوصل واحد على سته وبعد كده هاند موفمنت وبعد كده ريسبشن فايت ده الاكل خلاص الفيلد بقى ده تيست مهم اسمه كون فرونتيشن تيست وهنا تيست اسمه ايه؟ اسمه اوبيلر موفمنت تيست شبه بعض على فكره دول
كل سبع اربعه ده وده ازاي؟ اقعد يا عم هنا حد معاه منديل؟ منديل ارجع ورا منديل منديل اهو انا هو المنديل ده هو المنديل ده هو المنديل بس عليك رب عليك كده يلا الكونفرنتيشن بقى بتقعد قاعد عرب مع العيال ايوه قصاد مني على بعد ذراع من العيال سيادتك قصيره حطي مخده تحت منك عشان تبقى مستوى العيال ايوه هو طول يحط له مخده عشان يبقى مستواك يبقى حاطط ايديك كده اهو تبص له كده عينك في عيني هو على الواد ايديك منه ولا شمال ايوه ده الفيجن اكتف الفيجن فيزا كونفرنتيشن هو اللي بص في عيني ها تمام لو انا لابس نظاره اللاحه وانت لابس نظاره اللاحه عشان خاطر الفيلد ايه الدريم مش يعمل ريستريكشن فيلد غم عين ادي مغمي قصادك بص في عينيا اجيب صباعي كمان من بره النص مثلا بينه وبينه بس اجيبه كده اهو طب ما كده هو مش هيشوف هشوف بقى كده وكده انت مش هتشوف انت يكون النص كده وعرفه كده اهو اول ما يظهر لك انت قول له شايف صباعي اتحرك ولا لا شايف صباعي اتحرك ولا لا شايف صباعي اتحرك ولا لا يا صباعي اتحرك ولا لا يستحسن هنا تيجي تبدل كده لا زي ما انت يا صباعي اتحرك ولا لا تبدل ليه بقى؟ عشان خاطر مش تخش كده ممكن يبقى ايدك ظاهره قبل ما تروح قبل ما يعني ظاهره من الاول ليك وليه فالتبديله دي كده بتجيب لك من ايه؟ من فراغ لايه؟ انها تظهر بس حاجه بقى هل انت بتعمل ايه في المحل بقى؟ انت تبدل غلط القصه دي يا تبدل صح يا ما تبدلش انت بقى لابس بدله مش عارف تضم دراعك فتيجي مبدل ايه لابس تونيك وخايفه تقطع او بادي فيري تايت هتعمل كده وهيتفتش من ورا هتعمل ايه؟ يبقى لازم تبدل كده عشان ايه؟ عشان خاطر الحاجه اللي انت لابسها ما تتقطعش خلصت العين دي ادي العين الثانيه واجي اعمل كده بص بعيني يا صباع ولا لا حرك ولا لا نفس القصه نفس القصه نفس القصه اهو بدل كده اهو التست الثاني بقى هو الموفمنت زي اقعد قصاد عيان ربع نفسك بيقعد ذراع من العيان غم عين الله ده زي غم عين انت ما تغميش عينك بقى حط لك على دماغك بص على صباعك يلا لاتر ريبتس ميد ريبتس الحركه دي لاتر ريبتس ميد ريبتس دي موفمنت طيب بص دي بقى سوبير ريبتس انفير ريبتس انفير اوبليك سوبير اوبليك بتاعت القرايه تمام لاتر ريبتس يلا ميد ريبتس سوبير اوبليك سوبير ريبتس انفير ريبتس ده برضه انفير اوبليك سوبير اوبليك هنا الثانيه تعملها برضه وبعد كده الاثنين مع بعض بقى اهو يلا بص على صباعك من جوه تمام الاثنين مع بعض بص على صباعك بص على صباعك بص على صباعك بص على صباعك شفت السن ده بقى ازاي؟ طيب الكالر فيجن ديت مش مهمه تست بتاعها ما تسيبش امتحان وراح تعمل مش احنا البيوبل بقى التوز المستغمص البيوبل اكزامينشن عود عادي خالص ابص في البيوبل بتاع عينيه خالص اقول اللي هو راوند سنترال ريجولار نورمال سايز او ميوتك او ميدراتك وتيجي عامل الريفلكسات ايه الريفلكسات؟ في ريفلكس اسمه ايه؟ لايت ريفلكس حط لك كده نور مكشف يعمل ميوتس ناحيه وبتاع الثانيه نور مكشف ميوتس ناحيه الناحيه الثانيه ادي اللايت لايت ريفلكس الثاني اسمه ايه بقى؟ اسمه سباينوسيلر ريفلكس ازاي بقى؟ بص معايا تقرصه كده يحصل ميدراتس الناحيه دي تقرصه من هنا ميدراتس الناحيه الثانيه تقرص في رقبته كده يحصل ميدراتس هنا تقرص كده يحصل ميدراتس هنا بقى ثالث واحد الاكوموديشن بص على اصبعي اهو بص على صباعي ده الاكوموديشن يحول يقول لك ايه شايف ايه قول شايف كونفرجنس لكن حصل ايه كونفرجنس وميوزس وايه اكوموديشن لكن انت مش هتشوف الاكوموديشن انت هتشوف الايه كونفرجنس بس ادي البيوبل الدوزس الدوزس فتح عينيك فتح عينيك كويس فتح مفيش دوزس طب لو فتح عينيك عامل كده اهو كده في دوزس صح غمض كده خلينا نصور كده في توز انا حاطط ايه؟ صباعي على الماء على ايه؟ على حاجه كده اهو اه هو في احسن حط صباعي على حاجه كده اهو فتح عينيه ما قدرش يفتح يبقى ده كومبليت توز ايه اللي بيفتح يبقى برشل ليه حطيت صباعك هنا؟ عشان الغي الفرونتاليس عشان احنا نعمل ايه؟ يفتح الفرونتاليس فنلغيها الفرونتاليس دي تمام؟ طيب النستجمس بقى فتح عينيه نوز بندرس نستجمس ما عادش ريفكسيشن بص على صباعي 30 ثانية
30 درجة من الهوريزونتال بلين 30 درجة و 30 سنتي. بص على صباعي ليه 30 ثانية؟ لأن نورمالي قبل 30 ثانية أي واحد بص كده أهو قبل 30 ثانية ما يحصلش انسدمس، لكن نورمالي فيسيولوجيكال بعد 30 ثانية يحصل لك انسدمس. فأنت تبص كده أهو لو حصل انسدمس قبل 30 ثانية يبقى ده فيكسيشن انسدمس، ما حصلش يبقى خلاص. لو بعد 30 ثانية ما هو طبيعي يشرب بعد 30 ثانية انسدمس فيسيولوجيكال، إنك مركز بقالك 30 ثانية أهو. بص على صباعي مفيش انسدمس. لو في بقى أقول إيه؟ أقول فين اتجاهه؟ اتجاهه ليه؟ أنت جيرك اتجاه الرابط فيس هو اتجاه الانسدمس. لو ناحيتي يبقى انسدمس ايه؟ شمال، لو ناحيتي يبقى انسدمس ايه؟ يمين. استريبيلر او السنترال دايما فيكسيشن اتجاه الفيكسيشن بوينت، اتجاه الفيكسيشن بوينت. انما الفيكسيشن اتجاه النورمال سايد. بيس؟ كده خلصت اوبتيك واوكيلر. 10 البلبر يعني 11 12 اللي سال اكزامن الويستنج الفاسيكوليشن الباور ازاي يا دكتور؟ افتح بقك ابص على لسان جوه بقك اشوف ايه؟ شوف الديفيشن. الديفيشن الاول جه على جنب ولا مظبوط؟ بص معايا. طب مش ظاهر لي؟ اقول طالع سنك لبره طالع بايه؟ طالع كده بالنص مفيش ديفيشن. لو عنده ديفيشن يطلع ايه؟ بجنب. تمام؟ يبقى بص على الديفيشن جوه بقه اول ما طلع بقه بره سنه بره. الويستنج هل في ويستنج ولا لا؟ فاسبريشن في رعشه ولا احسن مكان تشوف فيه فاسبريشن التند. والباور بقى ذوق اصبعك كده اهو ذوق اهو ذوق اصبعك كده ادي الباور اهي ادي اللي ساهم. 11 ده الاكسسوري نصه طالع مع الفيغس يعني مع 10 ونصه بغذي مين؟ استينوماستويد اشتغلناها انترابيزيس ودول عملناهم وده هنعمله اكسسوري 10 9 و10 مع بعض. اكزامن مين بقى؟ اكزامن اليوبيلا. افتح بقك وقول اه. اعمل بلاتر ريفلكس وبعدين فرنجر ريفلكس. فرنجر ريفلكس وبعدين تيست البوكال كورد. تمام كده 5 تيست. تاني بقى اقول افتح بقك قول اه اشوف اليوبلا بتتحرك. اليوبلا تعالى كده اهو قرب وصورها. يلا انت بقى الاخر قول شايفها قول اليوبلا بتتحرك اهي. البلاتا تلمس البلد نفسه البلد شفت بلد يحصل الليفيشن. الفرنجة تلمس الفرنكس يحصل جاج يعني فوميتنج. التيست على بصوره سيرة تانك بالبطاريه سلك البطاريه دخله عليه على بصوره سيرة تانك يحس بميتاليك تيست. الفوكال كورد تخش بمرايه بتاعت الانف اوزون ديت تشوف الفوكال كوردس تشوف وضع الفوكال كوردس اتحرك ولا لا اللي هو وضع الكادافيريك بتاعها كله جوه بق العيان. اقعد كده خلصت كلين نيرفز خلصت ماشي بس. يلا كده انا خلصت الكلين نيرفز الباقي كده حاجات بسيطه 10 دقايق بالظبط ان شاء الله خلصنا الانجاز اهو ما ضيعتش وقت اهو اللي باقي ده باقي حاجات صغيره قوي هقول لك ازاي. بص المنتاليتي كل عينك في امتحان البيشن فولي كونشس ويل اورينتد بيرسون بيرسون تايم عرفتها ازاي؟ اسمك ايه؟ وانا اسمي ايه؟ واحنا فين؟ والنهارده ايه؟ البيشن فولي كونشس ويل اورينتد بيرسون بليز اند تايم ادي المنتاليتي. سبيتش اقرا الفاتحه اقرا الفاتحه الفاتحه النبي يا شيخ كده ادي عامل من انجيرتيشن ساين والكوردينيشن ساين تعالى الكوردينيشن كده من انجيرتيشن كوردينيشن ازاي ومن انجيرتيشن ازاي. بص معايا اهو ادي اللاستيك 90 درجه تمام مفيش اي حاجه اهو. لو عنده من انجيرتيس هنقول لك ايه ده يا دوب طلعت انا اهو وسرق لانك عملت ايه تراكشن على المنجيز ده لاستيك. طب لاستيك ايه انجيرتيشن ساين. طيب وبعدين كيرنكس بص كيرنكس فليكشن كده واكستنشن كده كيرنكس اهو المفروض لو هو عنده بنجيتيشن ما تقدرش تفردها تاني يبقى ايه؟ السيج جبتها من تحت واقفه كيرنكس جبتها 90 درجه وتعادلها كده. بروزنسكي تتني رجل يتني الثاني معاه يلا اتني الثاني معاه اهو ده ليك ساين بروزنسكي ليك ساين في هيد ساين اتني رجل يلا نم رجلك اثنين
لين دي بوردينسكي ليه ليك سايد وبعدين اوسوتوماس ارفع ظهرك كده ارفع ظهرك فوق او ظهرك فوق او اسمه او اسمه ادخل ايدي كده اهو تعدي من تحت ده اوسوتوماس ماشي ونفرد ايدي بص بص سيب لابتك خالص يا نجم تلت يمين وشمال وفوق وتحت كده خلاص تست ان انجل تشن سايد خلص اهي لو تشيل بيقلب ازاي اهو اهو كوردينيشن استني استني خلص اهو اه والله يلا عم كوردينيشن انت كوردينيشن يلا يا عم يلا ادم صباحك على مناخيرك وانت مفتح صباحك على مناخيرك وانت مغمض صباحك على صباحك وانت مفتح اصبح صباحك وانت مغمض صباح الدكتور ها على صباحك بيس ادي الفينجر بس وبعدين الريباون يلا ها بص معايا كده اهو شد دي الريباون ده ايه تيجي هنا يا عم طب انا مش مركز دي معايا كده بص الريباون ده ايه ادي الريباون وبعدين اعمل كده ها ادي ده ده الكوبانيس اهو فك الزرار بالزرار مش عندك زرار هاي الزرار هنا فك فك الزرار بتاع احمد تعال فك الزرار بتاع عاشي اسمه العاشي تعال اه فك الزرار بس شوف الكوردينيشن والتاني والثالث كده فك الزرار انت متصور؟ اه انا عليك كده ايه بطل من بطل يتبقى مين بقى هيلتوني حط رجلك هنا وزحلقها زحلق الله ينور عليك رجلك الثانيه عايزها مثلا زي انا ميه ميه كده تمام هيلتوني تست اسمعنا ايه هيلتوني ده كوردينيشن اهو كوردينيشن هيلتوني حط رجله على الركبه وزحلقها تمام بيتك على الملعب بمك بره من عسكري بره طيب ده هيلتوني بقى مين الكلام والمشي اتكلم شوف سكتت سبيش والمشي عشان الديفيشن والزلزال ادي كوردينيشن ادي عامل قلم ها اهو الباك اند سباين اه اه زمن الباك اند سباين ليه ظهرك للترع اه ابص على مين الباك اند سباين عشان سباين بيف ده الاقي طاقته فين لايبوما بيجمنتيشن في هنا سكار ولا حاجه عند عمك فتح كامل زيدان بتاع الامبليجي بتاع البارابليجي سكار انجوليشن ديفورميتي تروما اي حاجه موجوده بقى قديمه ادي الباك اند سباين الباك اهو والسباين والكرينيوم عشان دماغه اوستيوزس او اوستيوستوزس بتاعت مينجوما مينجوسين كيفالوسين وايت سوتشر وايت فونتانيلا هيد عادي دي كمان اهي انزل امشي يلا ادي الجيم انا ايه؟ ما هو بقى سيلكم دكشن جيت اهي دي بتاعت الامبليجي تمام؟ بتاعت البارابليجي تمام؟ وميوسي اللي هي الايه؟ هي واد جيت بتاعت ميوسي وهكذا خلاص كده؟ يلا يا عم روح شكري ذكرت ايه ذكرت نيرو بكره ان شاء الله يبقى في نظري بكره كان بكره هستظري بكره عندنا حصه نظري